مهرة. مين ده اللي كنت معاه؟ أنا لسه قارية الرسالة بتاعتك. رسالتي إيه؟ مين ده بقول لك؟ هو يقصد إيه؟ أديك قطار على الجاكي بنت. طلعني إيه؟ خد بالك على كلامك، بعدين الراجل ده عمل معانا. الراجل ده غريب، بتركبي معانا بقى كيف؟ وأنت مكتوبة على العالم ارتكاله وأنا ما تريقنش. طب إهدى بس نتكلم بعدين عشان إحنا دلوقتي في الشارع. شارع وأنت كنت عملت حساب للشارع، ما أنت نازلة قدام الناس عيني عينك. أنا عاوز أفهم. إيه اللي بيحصل من ورايا؟ طيب سيب إيدك بس دلوقتي وإحنا نتكلم. أنا وكيل ما أحلق إلا لما أفهم. نزل إيدك من علاقتي يا جابر. هو ايه انت بتظهرش لما الدنيا تروق؟ خلاص يا باشا وقتك خلص بعد ما هربت. هربت من ايه؟ انا روحت مع المخطب. جابر يواجه ما يهربش. لا ما حصلش. ولو كنت طمعان في اختي او في الشقه جابر تبقى غلطان. لا اختي عايزاك ولا انت تلزمها. مهرة انا ساكت عشانك، مش عايز اقل منه قدامك. تقلي من مين انت اتجننت؟ تقلي من اخويا في منطقتنا يا مهرة. بس خلاص عشان خاطري بلاش كلام بقى، يلا خد اختك واطلع. مش هسيبك يا مهرة لما نطلع سوا، بس الناس في الشارع اليومين دول ما بقتش مضمونة. بقول لك ايه؟ بس خلاص اطلع عشان خاطري يا طارق. يلا 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 اطلع. الحمد لله على السلامة يا معلم جابر، بس يا خسارة جيت متأخر. اللي بيجي عزا بعد ما بيخلص ما بيلاقيش حد يعزيه. هو مين يعزي مين؟ أنا جاي للسكة لقيتك سد بابك ونازلة بالعربية واحد غريب في الشارع، عاوز أسقف لك يعني ولا أعمل إيه؟ عايزك تنهي الكلام. انا وافقت عليك عشان انت تبقى سندي، لقيتك سبتني. عايز ايه؟ جاي تحاسبني على راجل عمل المفروض اللي انت تعمله؟ انا طالعه يا جابر. سلام.